صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح التميز والإنجاز الفلسطيني الذي لا يأبى إلا أن يضع بصمة عز وفخار في كافة المحافل الدولية. مشاهدينا الكرام، من بين 26 ألف معلم على مستوى العالم نافس على لقب المعلم العالمي، كان من ضمن المشاركين معلمات فلسطينيات. حصلنا على هذا اللقب من ضمن المشاركات المعلمة نهى حلس صاحبة شعار لا للنمطية ونعم للابتكار. نتعرف على إنجازها وصاحبة هذا اللقب، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، لم يكن اللقب الأول أو الجائزة الأولى التي حصلت عليها ضيفتي، فكان لها مشاركات عدة. وصاحبة مبادرة سحر الكيمياء معنا ضيفتي المعلمة نهى حلس مدرسة الكيمياء في مدرسة بشير الريس في مدينة غزة. أهلا وسهلا فيك ومبارك هذا الإنجاز. الله يبارك فيك يا ربي. بداية شكرا كثير لحضوركم، معكم الأستاذة نهى توفيق حلس معلمة الكيمياء للمرحلة الثانوية العامة في مدرسة بشير ريس الثانوية للبنات التابعة لمديرية غرب غزة، حاصلة على لقب المعلم العالمي عام 2021 وعلى لقب امرأة فلسطين لعام 2021. أيضا فزت بجائزة مجلس الأمناء للمعلم المتميز الفئة الأولى لعام 2020، وفزت بجائزة المعلم المتميز عام 2016، وأيضا حصلت على لقب وسام سيدة الوطن العربي، والعديد من المسابقات والحضور للمؤتمرات العلمية سواء كانت وطنية أو دولية. يعني ما شاء الله أستاذة نهى، يعني هاي الإنجازات يعني يمكن ما كانت من فراغ، إلا بجهد وتعب ويعني إصرار وطموح أنك تكوني دوما أنه ممثلة لفلسطين وترفعين اسمها في كل المحافل. لو تحدثنا عن الجائزة الأخيرة مؤخرا، جائزة المعلم العالمي لعام 2021، كيف حصلت المعلمة نهى على هاي الجائزة؟ كيف كانت مشاركتها في هذا الدور؟ تقدمت لهي مؤسسة AKS Education Award. هاي كان في طلب، تقدمت في CV تعريف عن نفسي، ومن ثم بعدها طلبوا اللي هي إيش مبادراتي النوعية وإيش مشاريعي وشو هي أبحاثي العلمية، وكل هذا اللي ساعدني أني أنا رفقته في ملف طبعا موجود على موقع إلكتروني. صممت 15 مبادرة نوعية، هذه 15 مبادرة نوعية كل مبادرة إلها مصنفة على حدة، سواء كانت في الأهداف، أيضا الإجراءات، الخطوات لإلها، المعوقات، فبالإضافة للأبحاث العلمية كلها، منهم كان البحث العلمي الذي شاركت فيه في معرض فلسطين العلوم الدولي، تحويل مخلفات أوراق شجر الكينيا إلى فحم صديق للبيئة خالي من الأكاسيد. فهاي المبادرات النوعية كلها اللي تقدمت فيها حطيتها في الملف، ومن بعدها تمت لجنة التحكيم وفزت الحمد لله. احنا 6 من فلسطين، كان المتقدمين 26 ألف معلم ومعلمة، منهم 773 معلم ومعلمة من فلسطين. فزنا احنا 6 من فلسطين، والحمد لله كنت 4 من الضفة ومدرسة من الوكالة من شمال غزة، وأنا كنت الوحيدة في قطاع غزة بمثل بلدي في المحافل الدولية. كيف
كانت هذه التجربة؟ كيف سحرت العالم بعلم الكيمياء؟ بداية أنا صاحبة نهج لا للنمطية نعم للابتكار، أسعى دائما لإيجاد أساليب وطرق مبتكرة وأخرج خارج الصندوق. هدفي من كل المبادرات في الكيمياء كسر جمود المادة العلمية وترغيب الطالبات في الفرع العلمي، وأركز قبل المبادرات على القيم وعلاقتي بين الطالبات اللي هي علاقة التعاون والمحبة والصداقة. نفذت مبادرات عديدة، منها مبادرة سحر الكيمياء بين الإثارة والعطاء. هذه المبادرة شملت العديد من الأنشطة، منها الرسم على البورسلان. دمجت الفنون في تدريس الكيمياء، فصاروا يرسموا الرسومات كل المركبات العضوية أو أشكال لويس على البورسلان، على الكؤوس. اتخذت أيضا رسومات على الكاريكاتير، صاروا يرسموا بالكيمياء الكاريكاتير. أصبحوا أيضا يرسموا على لوحات ووسائل يستخدموا الخامات الطبيعة، اللي هو العدس، الأرز، المكرونة، الألوان، الأحجار الملونة. فهم أبدعوا البنات في تنفيذ هذه النشاطات وورش العمل. أيضا لم أكتفي بذلك، استخدمت الصناعات الكيميائية، وهي كصناعات مثل بلسم الشعر، مثل العطر الزيتي، ممكن اللي هو ملمع الزجاج. أيضا استخدمت صناعة العديد من مواد التنظيف وإكريمات البشرة. فهذا سبب متعة للطالب، أنه ربط النظري بالعملي. يعني إحنا لا نتوقف فقط معادلات وحسابات، بينما أنه لما بيشوفوا هاي الشغلات العملية، لأنه الكيمياء في حياتنا، في كل حاجة موجودة الكيمياء، فاستمتعوا فيها. أستاذة نهى، مدى أهمية التجارب العلمية في مادة الكيمياء، وخاصة كان لها الدور والحافز في تقديم هذه التجارب في المسابقات والمشاركات العالمية؟ التجارب كتير مهمة، اللي هي عملي، إنها ترسخ الطالب المعلومة. إحنا لما نكون ما عندنا في تجارب، كنا نتوجه إلى جامعة الأزهر والإسلامية، وفعلا نستعين منهم بالمواد الكيميائية لوجود الحصار، فكانوا يمدون إياها. فكتير مهمة التجارب، إنها تضل مع الطالب، وإنه يفهم الطالب المادة مش يحفظها. هذه نقطة. النقطة الثانية، إني أغير البيئة الصفية للطالب، مرة في مختبر العلوم، مرة في الصف، مرة في الحديقة الخلفية للمدرسة، مرة على شاطئ البحر غزة. هلأ ننتظر إحنا دائما إنه نأخذهم على شاطئ البحر ونشرح درس علمي وننفذ استراتيجيات التعلم والألعاب التربوية التي تخرج خارج الصندوق. يعني دوما بهذا النشاط وبهاي المعنوية العالية، أكيد الطلبة نيالهم فيك بهاي الروح. ما شاء الله عليك أستاذة نهى، رسالتك اللي بتقدميها لكل معلم فلسطيني وممكن يكون كمان مؤهل للمشاركة في مسابقات أخرى. رسالتي لكل فلسطيني، ما شاء الله عندنا عدد هائل من المعلمين المبدعين. رسالتي انه فوتوا المسابقات، مثلوا، خلينا نمثل دولة فلسطين في المحافل الدولية، وثقوا شغلكم اول باول، كل مبادرة على حدة او كل الابحاث العلمية، علشان ان شاء الله تقدروا تقدموا فيها في المسابقات ونمثل فلسطين باذن الله في المحافل الدولية. احترام لك أستاذة نهى حلس، الحاصلة على لقب المعلم العالمي لعام 2021، ومن إنجاز لإنجاز إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر أيضا للطلبة الموجودين هون. إذن مشاهدينا الكرام، هذا النجاح والتميز لا غريب على معلمينا وطلبتنا أيضا بتميزهم وبإسناتهم أيضا للمعلمين. إلى هنا كن وصلنا لختام هذه الفقرة، عودة لكم في استديوهاتنا في رام الله واستكمال مشوار فلسطين هذا الصباح، ويسعد صباح. Komm nicht.